ابلع سالم ابلع. لا السلام عليكم، اكيد اغلبكم ما يعرفني، اسمي حسن الجريس، عضو في ترو جيمنج. اغلب شغلي يكون تصوير واديتنج، هذا اكثر شيء. في اليوم بيكون بطوله على لعبه بلاك اوبس اسمها مبارزه ساعه الصفر. بصراحه كان فيها مستويات اسطوريه، ولعبنا ضد يوتيوبرز على 4 جيم. بصراحه اذا بتدورون مستوى عندي ما في مستوى، بس يعني اهم شيء في اخلاق، في اخلاق وحب الوطن يعني الحمد لله. بسم الله بسم الله. لا امجد deleted him. X. Female tango down. Enemy is down. Multiple enemy spy plane contacts. Multiple enemy spy plane Multiple enemy Smoked. Spy plane contacts. Multiple enemy spy plane. Techcom. جي جي. لا مو جي جي. لا شباب فوزنا الجولة الأخيرة خلاص. فيك تضحك، ما في شيء يضحك. أقسم بالله أنك عمي يا عيال، يا عيال اتفق إنه يفوز. فوزنا يا إيش قلتوا؟ أتكلم الجيم الأخير. إيه والله. لا قبل الأخير. لا في جيم قبل الأخير. إيه لا تغلط إيه. أبهدوا آخر جيم يعني ما يحتاج تحريق. والله اني ضايع مره ضايع بالله. حسن طلقت عليه بقال طلقه واحده تركته قاعد يخبط الجدار. عيال عادي العب سنايبر ولا لا 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 حسن ايش فيك معصب؟ والله حرك البطوله كلها. والله حسن مستلمنا. تعال حمد 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 صح؟ لا اصبر خلني ازبن وكذا تعال القم. لا مو فاكم علي مو فاكم علي. طيب يبغى يشخطك يشخطني. نلعب مع سكاكين خلونا ندخل تطعين يا شباب وياه. اي نجد نلعب مع تطعين احسن عشان اقدر اذبح. حسبي الله عليك. يا سالم. سام يا حبيبي. تلعب كود من قبل ولا؟ والله احيانا مو دايم صراحه.
الاكواد القديمة يعني قد لعبتها. ايه يعني جيمر انت بشكل عام ولا لا؟ لا مو بشرط تكون يعني 24 ساعة تلعب او تلعب بشكل كبير. لا 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 لعب فيفا طيب التيمت تيم شيء بكجات تعال ينزل في الملعب. اوكي ما نختلف في الموضوع هذا. أجل أنا أتفاهم معك بالجيم الحين. والله فرصة جدا حلوة. والله يطول في عمرك. سالم. هلا أبوي. الجيم بيكون بس سكين. جهز كلاسيكين ولا باقي؟ كله تطعين الجيم بيكون. الله يلا يلا. أهم شيء زي ما قلت لك ها اللعب إنجوي ها. انجوي ايه هذه بس تفني شو نزلنا في الملعب تو كل نزلنا في الملعب والحين تبغانا انجوي ما في والله شباب ايوه ايه مدري طلق يعني طلق ايه مدري تحمس ما في خلي الرجال خلنا انا اشيله ثاني شبابي من اللي فنش الثاني؟ من اللي فنشني؟ كنت تفنشه في زعتلة. ليه خلني فنشه طيب. اصبر يا خلني اخذها. سكين حطه طيب. شباب لا تعبقون شوي لا ترى كثير مفتوح شباب ايش فيكم عضكتوا فجأة والله مو بطولة سكين ولا طب تعال مكان يهو شكل موقف شتبين نسوي طيب سوالف خلاص خلي الموضوع يمشي لا يا ابلع 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 انت محبوب والله ثاني مرة احاول ابلع لا مدى فنشي مدى اللي عصب عيال ما تسوي ما تستخدم رشاش ما عندي سكين ثاني حط سكين لا عطني سكين طيب اعطوه سكين شباب شلون ناويني دقيقه لا لا قاعد اساعدك وخر عني اوكي ابلع سالم ابلع لا هل شكرا لا انا ايش مسوي خلي الرجال انا فنشه لا دحو يا شباب مو كلكم علي ابلع والله كنت ناوي فنشه يعني لا لا خليني فنشه الرجال ابلع يا حسن ابلع يا مبنق لا هذه بنق يا حبيبي لا سالم تعال ابلع ابلع تعال لا والله لا ابلع انت وين داين قاعد الحق على الحق واحد ابلع اي لا لا اكتب سالم اخرني اخرني بنهي الجيم انا اخرني لا 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 تنهي بطلع من الجيم يا عيال انا وخرت انا ولا ايه انا اقول خلاص اترك الكوره تعال حول خلي الجيمر لا 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 نبغى الابطال والدوري ان شاء الله والله نضبط كل شيء بس تعال موفق ان شاء الله بكاس الملك ان شاء الله باذن الله بطوله الهلال ان شاء الله لنا لقاء قريب غير هذا ان شاء الله باذن الله حبيبنا والله نتشرف باذن الله الله يسعدكم الله يسعدكم هتسخن المره الجايه ها لا لا ما عليك اصبر علي المره الجايه انا اللي بقول لك يلا سكاكين فكرت بيوم من الايام تبث لا والله صراحه
ترى فرصة حلوة انك تتكلم مع الناس يعني متابعينك وكذا يعني. بالعكس انا والله الود ودي كل يوم صدق، بس انت شايف والله ما في وقت مرة نهائيا. الله يعينك يلا يلا. الله يعينك والله. اي والله صدقني على المستوى هذا بتيجي تكسر الدنيا. تكسر الدنيا بالكود وبالدوري والملعب. دعواتكم انتم بس والامور طيبه. كل التوفيق يا رب. الله يسلمك وياك ان شاء الله يا رب العالمين. سلم لي على كل النادي ها. حتى اللي ينظف كلهم.